السلام عليكم إخواني المكناسيين، أخواتي المكناسيات، إخواني المغاربة ككل. باش ما تكررش كارثة هدم سينما الريجون وسينما الأمبير في مدينة مكناس، عندنا شعار اللي هو ما تقش مدينتي اللي هي مكناس، المعالم الثقافية ما نريبوهاش. قاعات السينما يمكن لها التحول إلى مؤسسات ثقافية وفنية. جميعا احنا والمسؤولين ما نفرطوش في التراث ديالنا. هذا بما يخص هذا الموضوع، بما يخص سينما أطلس في الرومزين اللي كاينه دعاية أنها ستباع، وحنا ما غنخليوهاش تباع. معكم الفنان أمير علي، سنناضل من أجل عدم هدم تراثنا وهويتنا وثقافتنا اللي هما السينمات. سينما الريجون مشات في حمال الله، هذيك تدمصات. سينما الأمبير تدمصات، فسينما الأطلس ما غنخليوهاش تدمص بحال اللي مشاو الاخرين، وما نفرطوش في الهوية ديالنا والثقافة ديالنا والتراث ديالنا. تحياتي للجميع، معكم الفنان أمير علي.